وللحديث عن المعتقلين في سجون النظام السوري انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول إبراهيم حسين مدير مركز الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين. سيد إبراهيم، مرحبا بكم. لنبدأ من خبر مخابرات النظام تبلغ 300 عائلة بمقتل أبنائها المعتقلين تحت وطأة التعذيب ودون تسليم لجثثهم. لكن هنا سيد إبراهيم، بعد 8 سنوات من الثورة في سوريا، كيف تقرأ استمرار النظام باعتقال المدنيين وإبلاغ عائلاتهم خبر مقتلهم بكل هذه السهولة؟ تفضل سيد إبراهيم. تحياتي لك وللمشاهدين. الحقيقة النظام السوري معروف أنه ارتكب الكثير من الانتهاكات في سوريا بحق المدنيين، ارتكب الكثير من جرائم الحرب، كان من ضمنها طبعا ملف المعتقلين، ملف المختفين قسريا في السجون والمعتقلات السورية. الأعداد ضخمة وكبيرة جدا، وهناك لا أحد يستطيع أن يحصر هذه الأرقام. من المتوقع وبعد اتفاقيات خفض التصعيد في بعض المناطق التي أبرمت ما بين روسيا وتركيا وإيران، من المتوقع أن تكون هناك الآن ضغوط على النظام من أجل حل ملف أو إيجاد نوعا ما بعض المتنفس بملف المعتقلين، يعني تخفيف من وطأته. النظام يستبق هذه الضغوط برأيي للتخفيف من عدد المعتقلين الموجودين لديه من خلال الإعلان بشكل تدريجي عن وفاة عدد منهم. لكن كلنا نعلم، وسجل النظام حافل بهذا الأمر، نعلم أنهم لم يموتوا وإن ميتة طبيعية وإنما تحت التعذيب. فالأمر كله عبارة عن تغطية على الجرائم التي ارتكبوها بحق المعتقلين. طيب، لكن سيد إبراهيم، هناك من مناصري النظام يتحدثون عن عفو عام، ما صحة هذه الادعاءات؟ نسمع هذا الكلام منذ زمن طويل. طبعا النظام منذ الثورة السورية أعلن عدد من مراسيم أو قوانين العفو، لكنها كانت تشمل غالبا المجرمين الجنائيين وبعض مرتكبي الجنح والمخالفات. لم يكن هناك على الإطلاق أي مبادرة نحو التصالح مع المجتمع السوري. هكذا نظام لا يمكن له على الإطلاق أن يفتح باب الحوار الحقيقي مع مواطنيه. فلذلك أنا أشك طبعا بأنه لا يمكن على الإطلاق أن يصدر عفو عام عن المعارضين له إلا بعد وجود حل سياسي متكامل، سلة متكاملة برعاية دولية، وربما نلمح مثل هذه المراسيم. سيد إبراهيم، إذا ما انتقلنا إلى مصير المحادثات التي يقودها المبعوث الأممي الدولي ستيفان دي مستورا حول مصير المعتقلين والإفراج عنهم كمدير مركز الحريات الصحفية، لكن إلى أي مدى تعتقد أن النظام مستعد لتغيير هذا النهج، نهج الاعتقال وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب خاصة من قبل صحفيين؟ نعم بالضبط، هذا لا يمكن بقناعتي أن نتوقع تغييرا في سلوك النظام. النظام قائم بالأساس على الاستبداد الممنهج، ومن ركائز هذا الاستبداد أن يعتقل المخالفين له، ممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات. لا أعتقد أن هناك تغييرا في سلوك النظام. بالنسبة لموضوع ديمستورا ومباحثات جنيف، أعتقد موضوع المعتقلين غير مطروح حاليا. الملف الأساسي هو ملف الدستور. ترك أمر المعتقلين كما قلت للاتفاقيات التي تعقد بين تركيا وإيران وروسيا. بعد إنجاز ملف خفض التصعيد أعتقد سيفتح ملف المعتقلين. طيب سيد إبراهيم، أخيرا، يعني رابطة الصحفيين السوريين تطالب بحماية 270 صحفيا وناشطا إعلاميا، من يحمي الصحفي الموجود في الجنوب السوري سيد إبراهيم؟ يفترض وفق القوانين الدولية أن تكون كافة أطراف النزاع ضامنة لسلامة المدنيين ومن ضمنهم الصحفيين، فالصحفي إذن يستمد حصانته كمدني. للأسف الشديد النظام ومعظم أطراف الصراع في سوريا لم تلتزم على الإطلاق بهذه المواثيق أو القوانين الدولية، وضربت بها عرض الحائط وارتكبت العديد من جرائم الحرب والانتهاكات بحقهم. لذلك نحن نعول الآن فقط على ممارسة نوع من الضغوط التي تشاركنا بها مؤسسات ومنظمات إعلامية دولية، نتواصل مع الأمم المتحدة
نتواصل مع دول الجوار وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية للسماح لهؤلاء الصحفيين بالخروج. لا نملك إلا القيام بمثل هذه الإجراءات للأسف. من إسطنبول إبراهيم حسين مدير مركز الحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، شكرا جزيلا لكم.